ألو. ألو مرحبا، عم اتصل من اسطنبول. أنا كمال بدر. ما عرفتني؟ كمال بدر؟ أنت الأستاذ. طبعاً تذكرتك. هات لحكي، أعطيني التليفون. أمي؟ إيه مزبوط تذكرتك، أنت ببرنين هلأ؟ أعطيني التليفون بقى. أمي دقيقة. أنا باسطنبول. أنا اتصلت فيك لخبرك. قلت لك أعطيني التليفون يا حسن، هات. لا تقلق على ميرنا. ميرنا عنا. حسن أعطيني التليفون. ميرنا بنتي عندكن؟ اللي صار كله من تحت راسكن اتنيناتكن، قولوا لي مين بعد ميرنا لبيت بدر؟ ها؟ أنا بعدتها سهيلة، ما بتعرف شي عن هالموضوع. انتي ساعتيها لتهرب؟ ايه أنا هربتها. ومن أول كنت بتعرفي مو هيك؟ بس بدي أعرف من إمتى علاقتها مع هداك الزلمة؟ كان في حدا ساندها؟ ها؟ من شان هيك طول لسان هالكلبة. غلطت كتير يا أمي، طمعتيها، طلعت البنت من بيت جوزها، زتيتيها بالشوارع على حل شعرها. ميرنا شريفة أكثر من لما كانت بيناتكم بين أمه وأبوها. أنا بعرف ميرنا منيح، ما حدا بيقدر يلمس إيدها، حتى الرجال يلي أنت غصبت عليه. كل ما قسي الزمان كل ما قوي أملنا بالحياة. القوة بتيجي مع الإصرار، لهيك ما تقطع أملك. أنتي خليكي معي دائما، بدنا نحارب مشان حبنا ميرنا. أصحك تقطعي أملك. أصحك يلا. تصبح على خير. جاي معي؟ بلاها. 10 خطوات. 1 2 3 4. تصبح على خير. وانت كمان تصبح على خير. استنيته لأكل وجبت الصحن معي. خير ما عملتي. فايت حطه جوا. بابا رح تخبرها انك حكيت مع ابوها؟ ابوها قال لي لا تخبرها، بخاف الا. اوعك لا تقوم تهرب بالليل، صباح رباح منفهمها كل شيء. اجت تعي ميرنا، عيد ارتاحي. رح أعمل شاي وأنا رح ساعدك. خدي بنتي، إذا في شي بتحب تحضري. لا شكرا، ما في مشكلة، بحضر شو ما كان. منيح. زينب مو حابب أبقى متخبي، لازم أحصل على هويتي فورا، لازم القبر ينفتح بأقرب وقت. أنا وعمو مدحت نخبر الشرطة. إن شاء الله ما نكون غلطانين لأنه دخلناه بالقصة. ما في حل غيره، هو محل أبوه وبيقدر يحل كل شيء. وأنا صرت أوثق فيه بعد كل شيء سمعته منه. هو مطعم صغير وصحابين المطعم ساكنين فوق. أنا بالي مشغول كتير على خليل، راح لحاله، الله لا يقدر يصير له شيء.
أنا ما بعرف وين راح وشو بده يعمل. ما تهتم، ما في شي مهم. راح يدور على بنت بحضن. هالعيلة عندها بنت؟ ايه، عندهم بنت طويلة، من شوي كانت عند خليل. هلأ فهمت المسألة، انكشفت عندي، ومع هيك انت انتبه. ما لازم تعملوا زيارة للمطعم؟ على رأسي. آخر مرة، عن جد هاي آخر مرة. اجيت، أهلين جلنار، شرفتوا. يلا تفضلوا.